أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.
وما تنتم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا
عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات والسماء آيات مفصلات فاستكبروا واتدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم
ربك بما عجب عند لئن كجبت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن مع بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منه فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان
أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين
وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله.